Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'du fe innel udhiye sünnetun muakkede ve fiha fadlun azim. Ve evvel men umir biha İbrahim aleyhissalatu ve selam. Kale ya buneyye inni ara fil menami enni ezbehuk. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم يعني انقاد لله سبحانه وتعالى وتله للجبين تل ابنه على جبينه لئلا يرى وجهه وأراد أن يذبحه ناداه الله عز وجل أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني فعلت ما أمرت به إن هذا لهو البلاء أي الاختبار المبين ثم قال جل وعلا وفديناه بذبح يعني كبش من الجنة بدل أن يذبح ابنه أنزل الله له كبشا من الجنة فدية لابنه